واحنا بنحيي انتصارات اكتوبر في ذكراها ال 48، عايزين نعرف الناس مين هو دكتور محمود سعد. احنا لما كبرنا ما كناش عارفين ان الدكتور محمود سعاده ليه اي علاقه ب 73، بالعكس يعني انا كان عندي 10 سنين سنه 73 وكنت بحسد زميلاتي اللي في المدرسه اللي اهاليهم او ليهم قرايب كانوا اشتركوا في حرب اكتوبر، ما كنتش عارفه ان والدي ليه يعني يد كبيره قوي. كان مخبي عنكم؟ ما كانت حاجه سريه، ما كناش نعرف حتى بعد الحرب خالص، حتى بعد الحرب كتير جدا. فهو والدي راجل زي القمر واضح من حضرتك طبعا دمه خفيف جدا جدا جدا، رجل أسرة جدا جدا جدا، وولاده أهم حاجة في حياته ومراته وصاحب صاحبه، ما يسمعش عن حد مثلا في البلد ولا أي حد، ينزل في وسط الليل عشان يضمن حد عشان ما يباتش في التخشي، يعني خدوم ويهمه الصغير قبل الكبير. بس على المستوى الانساني، انما مهنيا هو كان في مركز البحوث. كان وقتها كان في المركز القومي للبحوث. مهنيا بقى هقول لحضرتك سنه 73 والدي كان عنده 35 سنه، يعني لما عمل كده كان شاب في ال 35. مهنيا هو كان ملتزم جدا، هو طول عمره يحكوا ان هو كان شاطر جدا في المدرسه، شاطر جدا في الجامعه، واحنا اتربينا في بيت على طول الطلبه بتوعه موجودين في البيت، ورسائل ماجستير ودكتوراه مفروشه على الارض، زمان بقى ما كانش فيه كمبيوتر وحاجات كده، مفروشه على الارض مع الطلبه بتوعه واحد واحد بيساعدهم فيها. هو في سنه 60 كان واحد من مجموعه معيدين من كليه هندسه اللي اختاروهم عشان خاطر ياسسوا الفنيه العسكريه. وهو من الناس اللي هو مؤسس مكتب براءات الاختراعات او مكتب تنميه الابتكار والاختراع. هو من اول الناس اللي اشتغلوا في الهندسه الطبيه الحيويه. وهو من الناس اشتغل مع مستشفى قوات المسلحه، وانا فاكره كان وقتها الدكتور رشاد برسوم على ما اعتقد، وكانوا على طول في مستشفى قوات المسلحه بيعملوا ابحاث عشان يطوروا، يعني يعملوا ما هو دلوقتي معروف بالكلى الصناعيه وبالرئه الصناعيه اللي بتستخدم في عمليات القلب المفتوح. وهو انا فاكره مثلا دي حاجه من الحاجات اللي حكاها لنا واحنا صغيرين، كان في اعتقد في الشرقيه، يعني انا عارفه في محافظه من محافظات الوجه البحري كان في فيران كبيره جدا جدا بتاكل كل المحاصيل، وكان مساله امن قومي لان كان فعلا فيها مشكله غذائيه. يعني وقتها برضو هو وفريق العمل بتاعه اشتغلوا لغايه لما اشتغلوا على الموجات اللي هي بتطرد الفيران اللي دلوقتي بقت حاجه منتشره جدا. بس خليني اسال حضرتك على ما يتعلق بحرب اكتوبر. الحقيقه الانجاز اللي قدمه الدكتور محمود سعاده الله يرحمه كان انجاز عظيم، لانه كان له علاقه بنجاح حائط الصواريخ. فده كان حاجه مهمه جدا. تكلمينا عنه وعن معلوماتكم اللي عرفتوها حتى منه بعد كده. وعرفتوها امتى؟ لانه كان مخبي عنهم كتير بعد الحرب. يعني واحنا صغير، يعني لما عرفنا اخويا بيقول انه شاف الوالد مره نازل الصبح بدري، وكان معاه مسدس، بس طبعا كان طفل صغير كريم، كان 7 سنين في الوقت ده، فاحتمال ان هو مش فاكر صح، بس احنا ما عرفناش حاجه خالص خالص، رغم ان السنه دي كانت سنه مهمه في حياتنا، لان انا اختي اتولدت في السنه دي، فكمان وزي ما بقول حضرتك هو رجل اسره، فهو في الموضوع ده حصل في سريه تامه. احنا عرفنا قبل ما يتوفى يمكن ب4 سنين او حاجه، جه حد من ضابط سابق كان بيكتب كتاب اسمه جند من السماء، وكان كاتب فصل عن الوالد، وجاء عشان خاطر يعني يقابله كده وتاكد من المعلومات او كده. لا احنا استنى، هنتكلم في 4 سنين قبل ما يتوفى. يعني أيوة. 2011، يعني هنتكلم في 2007. ايوه، يعني في 2007 بس تم الافصاح عن دوره المهم ده. ايوه ايوه. فهو رغم ان هو يبان عليه شخصيه، يعني هو مش يبان، هو كان شخصيه اجتماعيه جدا وعلى طول موعنا، انما الاسرار اسرار. ده عامل من نجاح الحرب. والوالده الله يرحمها برضو ما كانتش تعرف حاجه. طب هو ليه فضل سر بعد سنين من الحرب؟ يعني اعتقد ان هو ما كانش من حقه يفصح عنه، يعني هو السر ده اللي بيفصح عنه اصحابه، بس هو يعني اتطلب منه حاجه عملها وخلاص.